أعزائي المشاهدين، النهاردة في مصر اللي جوانا معانا مشكلة جديدة، مشكلة الصرف الصحي في مساكن الري. تابعونا. مشكلة المية المجاري مبهدلة، أنا بقالي 26 سنة هنا ما بلحقش تسليك مجاري ومحدش سائل فينا، يجونا يسلكوها خطوة ويمشوا تطلع المية تاني. بالمنظر ده بنتخانق مع بعضنا عشان نجي نرش المية، الأهالي تتخانق ويانا بالمنظر ده. وأنا معايا 7 أولاد 6 أرملة. المشكلة احنا هنا من سنة 86، من ساعة ما جينا هنا واحنا في مشاكل مع المجاري ديت ومع الحي ومع الحكومة ومع المحافظ، وعملنا مشاكل كتير معاهم وشكاوي ومفيش حد بيسأل. فطبعا انت حضرتك عارف المدخل عامل ازاي والناس خارجة داخلة، ومعانا اطفال، معانا الارض هنا بتبقى عايمة عايمة ما نعرفش نمشي، لدرجة ان انا كل الناس بترفع هدومها عشان تمشي، يعني النهاردة ناشفة بس بتقعد بقى بالشهور عايمة. طبعا هنا في كابلات كهرباء، لو حضرتك بصيت على الكابينه بتاعه الكهرباء الميه بتعلى بطولها. اتصلنا بالحي كذا مره عشان يجي يغيظنا، ما فيش حد بيجي يسال. احنا اللي بنعمل الحاجات دي بايدينا، احنا انا راجل صناعي هنا وبقى وانا اللي بمسك الموضوع المشكله بتاعه الميه اللي هنا، ومفيش حد بيسال فينا. ما كناش بنتكاتف مع بعض، ما حدش بيسال. احنا مشكلتنا الصرف الصحي ان احنا على طول كده غرقانين. اولا انا ببيع، يعني انا قاعده جنب المدرسه هنا ببيع حبه شيبس وحاجات، انا لما اجي احذفهم من البلكونه ما بعرفش اعدي بيهم، ومعانا اطفال معايا بيعدوا العيل، حتى لو جانا ضيف الضيف بيرجع من الميه لان بكسف يرجع، ما بيعرفش يخش معنا اصح، ومعنا اطفال جوه والكابينه الكهرباء بتضرب، واللي بنصلحه على حسابنا والله، ونجوم بتوع المجارب اللي نلمهم وبنصلح وبنديهم، يعني كلها مشاكل. بقى مشاكل بقى 25 سنه على الوضع ده، فاحنا عايزين نشوف لها اي حل، لان البيوت دي عاليه، فالبيوت العاليه دي بتحدف علينا احنا، فدي بتبقى عندنا كلنا كده. اقل يوم في ميه هنا النهارده. مشكلتنا هنا طبعا بالنسبه هنا عندنا المجاري طافحه على طول، يا دوبك نبعت لهم كل اسبوع ولا حاجه ننزح المجاري ترجع تاني يسلكها وترجع نفس النظام. تمام. بالنسبه عندنا هنا لو في اي شقه سدت بتنزل على السقف وتنزل على الكهرباء، تمام، كذا كذا شقه بالنسبه بالنظام ده. فانا عايزين نشوف حل في الموضوع ده، مش عارفين. قبل كده برضو يبعت شكوى عشان المايه الحلوه، جم عملوها وطبعا كايه ما ربطوش كويس، بقى دخلت على البلوك، بقت المايه الحلوه والميه المجاري مع بعضيها، المختلطين ببعض الاثنين، بقينا ننزح من هنا وننزح من هنا، مش عارفين المجاري، نروح هنا يقول لك لا دي مايه حلوه، نروح هنا يقول لك دي مجاري. تعبنا في الموضوع ده، خلصت من المايه الحلوه بقت المجاري شغال علينا دلوقتي حاليا. وده طبعا في كفر موجود اهو، بيبقى خايفين معانا اطفال، في كهرباء وفي اطفال بتعدي ومش عارفين نعمل ايه. احنا مشكلتنا كلها المايه اللي بتتردي في البلوكات من قدام، والسكن اللي هو يعني الحاجات اللي بايظه ورا، بس هي دي مشكله الخط بتاع المجاري، هو خط المجاري المشكله بتاعتنا، خط المجاري وبترد ورا كانها ميه نظيفه. تعال شوف الميه قومونا المحافظه كلها، الميه كلها في المداخل، ورحنا الشبكه ورحنا المجاري ورحنا بتوع الميه مش سالين علينا، والحي رحنا الرئيس الحي جنبنا اهو مش سالين فينا لحد دلوقتي. غلوبنا البتاع الكهرباء قطع من الساعه 11 دلوقتي، ما جاتش الا الساعه 9:30 بالليل، راحت الكابينه ضربه. تعالوا شوفوا الميه وانتوا صوروا الميه كده، وشيلوها وانا اشيلها لكم بايديا. الميه حرام كده في العذاب ده، احنا بقالنا يجي 10 سنين في العذاب على كده. عذاب احنا عايشين في عذاب، جالنا مرض في رجلينا، شوف العصب السابع جالنا، الضغط، السكر، من القرف اللي احنا شايفينه ده. عذاب احنا غلوبنا بتوع الحي يقول لك مالناش دعوه، روح لبتوع المرفق، نروح المرفق يقولوا روحوا لبتوع المجاري يقول لك مش مسؤوليتنا.
من ساعة ما تعملوا الخط الجديد المية والمية ضرب علينا، من ساعتها مش راضية تعمل. حرام عليكم كده، حرام حرام. الصرف الصحي بقالنا 26 سنة هنا. طبعا هنا البيوت الأهالي لما جم وصلوا على ايه، على الخط اللي هو بتاعنا. خد بال حضرتك، هنا زي ما انت شايف كده الصورة باينة قدام حضرتك. بقالنا 26 سنة المداخل بتتملي مية، وبنبعت للحي بيجيبوا عربيات يشفطوا على حسابنا برضه. عملنا ورا الفرعيات، الفرعيات اللي هي دايما من اول التفتيش راح على الابيار. من ساعتها ما حدش سائل فينا. مشكلة يا ابني الصرف الصحي ده بقالنا 28 سنة في البلوك ده، وعلى اذى الحي. المجاري كانت الاول ما بتجيش، دلوقتي بقت على طول على طول شغاله على طول. بعد عنك في الكهرباء، احنا معانا عيال صغيره وخايفين من الصرف الصحي ده والكهرباء وكده، وعمالين غرقانين. واحنا في اول دور زي ما انت شايف شقتي دي على طول محكوكه كده، وتعبت والله. وانا واحده عندي القلب كل الشقق بتخش، وانا عندي القلب وما بستحملش. بعد عنك ما بمسح كل دقيقه، ما بستحملش وعيانه. وبعدين الواحد تعب في البلوك صراحه، وما بلاقيش بتوع المجلس يجوا ولا حاجه. صرف الصحي له اربع سنة خمس سنين سنة. خلينا قريبين احنا، بس خلينا بس مش هنشجع، محدش يتكلم في الموضوع ده، احنا قريبين. وجد بعد الصورة والموضوع ده ما فيش حد عمل حاجة. وادي زبالة، وادي هنا، وادي كل حد. بس يا ريت المعلومة دي توصل حتى لرئيس الوزراء، وانا مسؤول على اي هذا الكلام. المداخل دي لا سنين، شوف عطلت قد ايه. والاطفال الصغيرين اللي بيروحوا المدارس، ومدرسه هنا ومدرسه هنا ومدرسه هنا، والحياء المتنازل من الحي ومن بتاع الحي. تروح لبتاع الحي بتاع المجاري يقول لك عايزين فلوس، شد لم يا جدع 10 جنيه انزل يا عم، 5 جنيه 6 جنيه. ما لمناش فلوس المجاري بتاع الاهالي بتضرب على نفس على ايه؟ على البلوكات. والصرف الصحي كله اساسه ميت من تحت بايظ. يا جدعان عملوا شويه مجاري، شوية بتاع مية، وجاوا سابوا الخط من سنة 30 سنة، عملوا في المساكن الناحية التانية. طبعا عشان معرفة، وعشان فتح، وعشان مش عارف مين ومين. طبعا هنا بقى، طبعا الحتة دي جنب نادي وجنب مدرسة الأرمال، وأحسن حتة في باتي، أحسن حتة في المنطقة. مفيش زي ما أنت شايف كده الحريم كل يوم يتخانوا مع بعض، المرة دي تعمل ودي ما تعملش، ويجي مش عارف إيه. فده تهريج، تهريج مكان المسؤولين في الحي او في المحافظه او في اي مكان، يلحقوا الناس دي. الملوكات دي هتتهد وهتيجي على الناس دي على جدارها. احنا عايزين حاجات عشان الكهرباء والعيال اللي هتضروا دي. كهرباء كل يوم والتاني تولع، انت كده جيت والميه حبه صغيرين، والبيوت كلها غرقانه ومدمره. بص حضرتك، احنا بقالنا كام سنه في القرف اللي احنا فيه ده. قدامنا بيوت اهالي بترمي عليها ميه المجارب، نيجي نجيب نسلك من ورا من عندنا، ترمي برضو على المداخل. مهما ننزح ومهما نشيل ميه، الميه زي ما هي. انا معايا طفله عندها 5 سنين حضرتك، كلام جالها من ميه المجاري التهاب كبدي بوائي، بقالنا كام شهر بنعالج فيها ومفيش نتيجه من العلاج. بص حضرتك اهو تحليل، ده مش اول تحليل انا عملته لنا الكاس ده. انا عملت البنت دوت من برضه ميه الصرف دي، بتدوس فيها تنزل طفله تعدي على الحجره ازاي، بتنزل تعدي بقى طبعا في الارض في الميه، فجالها اللي هو التهاب الكبد ده. طبعا انا بعالج فيها بقالي كام شهر، مفيش طبعا نتيجه للعلاج. طبعا من ميه المجاري، طبعا بنروح، انا رحت يوم 4/2 الحي، رئيس الحي قابلني ما قلتش لا، بس ما عملليش اي حاجه. قال له استاذ سيد بتاع الميه المهندس جه سيد، انا هعمل لك ايه؟ انا شبه بقي انا ماليش فيه، روح لبتوع الصرف. روح لبتوع الصرف كذلك الامر، استاذ احمد بتاع برضه الصرف قال لك انا ماليش فيه، روحوا بتوع الميه. ومن هنا لهنا مطوحينا بقى، روحوا هنا روحوا هنا. طبعا احنا قلنا بعد الثوره هنروح نشوف حقنا، يعني بعد الثوره كل حاجه بقت خلاص بقى مكشوفه. برضه الوضع هو هم هادمين الثوره اصلا باهمالهم، يعني هم هدموا الثوره دي باهمالهم، ودم اولادنا راحوا على الفاضي برضه باهمالهم. هي الثوره ما فيهاش حاجه، بس ما فيش حد برضه ملتزم. يعني هو اللي هو الوزير الجديد ده اللي هو رئيس الوزراء مش عامل لنا حاجه، عامل ايه؟ بقى عامل ايه؟ ولا رئيس الحي عامل حاجه، ولا الحكومه اي حاجه عامله حاجه. صدقني زي ما احنا ما اتغيرناش.